إذن بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. متابعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء، تتواصل الانطلاقات وتتواصل التحديات في الفترة المسائية ليومنا الثالث في مهرجان ولي العهد. هذا اليوم المخصص لسن المفاريد هنا في الفترة المسائية، شوطنا المفتوح الشوط التاسع للأبكار المفاريد من مسافة الاثنين كيلو متر. أتقدم وأسير مع مقدمة الأسماء والصدارة لأرم جازفة، حمد بن عودة بن حمد بو فراكة الاعطوي مع الصدارة مع المقدمة مع الانطلاق الممتاز. ثاني الأسماء وثاني المنطلقين وصلت مزون من بدأت تقدم الفنون هنا بالانطلاق الممتاز مع ثاني الأسماء عبد الرحمن بن مبخوت بن عبد الله الصيعري مع ثاني التحديات. ثالث المنطلقين وصلت الصميمة بشعار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود بمتابعة الشرس ماجد بن حلفان. من يتابع هذا الانطلاق ويقدم لنا هذا الشعار الذي يقدم الإبداع في هذا المساء رابع المراكز مع انتصاف مسافة هذا الشوط، تنطلق على رابع الأسماء الواصلة راشد بن علي بن سالم الدعية، ولكن القادمة الآن وصلت هنا، وصلت الريم هنا مع صاحب مع الأمير تركي بن محمد بن ناصر بن عبد العزيز صاحب السمو الملكي تركي بن محمد بن ناصر بن عبد العزيز، من انطلقت إلى الصدارة إلى المقدمة إلى الانطلاق الممتاز والاندفاع المميز مع الريم الريم مع الصدارة الأولى مع المقدمة. ولكن أرى الواصل الإقزي سلطان بن سالم بن رباح الحربي، وصلوا أبناء السويد ووصلت الصميمة ووصلت هجن الطائلات مع الوسمية مع الخمسمية متر الأخيرة والخطيرة. قب 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 يا بن رباح يا بن رباح الباحث عن تحقيق الأرباح، يا سلام أبناء السويدرة أبناء السويدرة سلطان بن سالم بن رباح باحثا عن الفلاح والنجاح هنا مع الغزيل. ولكن الوسمية 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 ما شاء الله تبارك الرحمن هجن الطائلات بمتابعة سالم بن مسلم بن قزول العامري، اللحظات الأخيرة والخطيرة وصلت الفائزة. أباي أبا 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 الريم 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 والفائزة عبد الله بن رصد الدوسري والوسمية هجن الطائلات، اللحظات الأخيرة والخطيرة يا سلام على الفينش الممتاز في اللحظات الأخيرة ما بين الفائزة عبد الله بن رصد بن ثنيان الدوسري والوسمية مع هجن الطائلات. إذن متابعينا الكرام مع اللحظات الأخيرة مع الفينش الممتاز والمميز والصراع الكبير والمثير حتى الرمق الأخير في مجريات هذا الشوط من هذه الأسماء المميزة التي تألقت بالأداء الكبير والممتاز. إذن متابعينا الكرام متابعينا الكرام نجمة هذا الشوط الوسمية مع هجن الطائلات بمتابعة سالم بن مسلم بن قزول العامري، من حسمت مجريات هذا الشوط. قاطعة المسافة في زمن وقدر 3 دقائق و6 ثواني و98 جزءا من الثانية وحلت على المرتبة الثانية اللي ما قصرت، قدمت أداء ممتاز الفائزة عبد الله بن رصد بن ثنيان الدوسري 3 دقائق و6 ثواني و99 جزءا من الثانية. وثاني ثاني الريم مع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن ناصر بن عبد العزيز، قاطعة المسافة بزمن وقدر 3 دقائق و7 ثواني و25 جزءا من الثانية. ورابعا